بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين، وربنا يملى بلدنا كلها والعالم كله بركه ست العذراء. بصوا، الحقيقه الموضوع اللي عايز اتكلم فيه معاكم النهارده عنوانه ايه موجوده في رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل كلوسي الاصحاح الرابع الايه الثانيه. الايه دي بتقول ايه؟ بتقول: واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. معلش، أنا نفسي الأول نحفظ الآية دي. واظبوا على الصلاة، قولوا ورايا كده: واظبوا على الصلاة، واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بشكر، ساهرين فيها بشكر، واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بشكر. آخر مرة: واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بشكر. طبعا واضح إن أنا جاي أتكلم مع حضراتكم على موضوع الصلاة والحياة مع ربنا بشكر. والحقيقة العالم اللي احنا عايشين فيه عالم محير. ليه عالم محير؟ لأنه عندنا ناس قربوا من ربنا قوي وحبوه وعملوا معاه علاقة حلوة خالص، والنتيجة إن من كتر ما حسوا بوجود ربنا وعملوا في حياتهم، كانت النتيجة إن هم كان عندهم استعداد يسيبوا حاجات كتيرة قوي في حياتهم عشان خاطر ربنا. يعني في الوقت اللي أنا وحضراتكم قاعدين في الكنيسة بنتكلم عن الصلاة، في ناس في الأديرة وقاعدة في مغارات في الجبل علشان مستمتعين بربنا وبالحياة معاه. ونلاقي كده أن الراهب بيعدي في حياته الروحية بمجموعة من المراحل. مرحلة الأولانية أنه يبقى راهب في دير، بيبقى ليه نظام في علاقته بربنا وصلواته وتسبيحته، وبعد شوية مع أب اعترافه وبالتنسيق معاه بيوصل لمرحلة اسمها الراهب الحبيس. يعني الراهب الحبيس يعني يخش قليته لفترة طويلة بنظام يتفق عليه مع أب اعترافه رئيس الدير، ويبقى الوقت ده هو بيصلي فيه مع ربنا وعايش معاه. بعد شوية بيحب يعمل علاقة أقوى مع الله، فيروح يقعد في مغارة بعيدة شوية عن الدير، ويفضل شوية بشوية مع عشرته بربنا يحب يقعد مع ربنا أكتر ويتكلم معاه أكتر. يواظب على الصلاة. يعني واظب على الصلاة؟ يعني يصلي على طول وطول الوقت، لدرجة أنه بيوصل لمرحلة بنسميها مرحلة السياحة. يعني يبقى طول الوقت هو مع ربنا وطول الوقت بيصلي، ويمكن ما نعرفش بيقعد فين ولا بيروح فين ولا بيجي منين، لكن عشرته بربنا عشرة قوية وعلاقته بربنا علاقة مستمر. في ناس في الدنيا اللي احنا عايشين فيها علاقتهم بربنا وصلتهم صلة قوية، لكن في نفس الوقت نلاقي على العكس بقى. في ناس يا أحبائي يقولك أنا ربنا ده مش بحس بيه، ربنا ده بسمع عنه لكن عمري لا عملت معاه علاقة ولا اتكلمت معاه ولا شعرت بوجودي في حياتي. وبعض الناس يقولك لا، ربنا ده غالبا أنتوا بتضحكوا علينا، مفيش حاجة اسمها ربنا ده. إزاي يعني؟ إزاي عندنا ناس بيحسوا بربنا وبيعيشوا معاه وبيبقى عندهم استعداد يسيبوا كل حاجة عشان إيه؟ يقعدوا يتكلموا معاه، وبيطبقوا الآية دي: بيواظبوا على الصلاة ساهرين فيها بشكر. وفي ناس تانية يا أحبائي ممكن تشككنا في وجود ربنا، وبعض الناس يقولوا ما احنا ياما بنصلي ومش بنحس بربنا، ياما بنتكلم معاه في الأوضة وحاسين كده إن إما صلواتنا مش مسموعة أو ربنا ده مش موجود. السؤال المهم: ليه في ناس كده وفي ناس كده؟ أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة. أنا عايزك تتخيل معايا المثل اللي أنا هضربه ده، وفكر معايا بالراحة كده. هفترض مثلا إن عندنا بنت مميزة جدا في الكنيسة، شكلا وموضوعا أحسن بنت في الكنيسة عندنا، وبعدين واحد سمع عن البنت دي إنها بنت مميزة وامرأة صالحة شكلها كويس
وأخلاقها كويسة وبتحب ربنا. فراح يتقدم لها، يعني يقول لها أنا بتقدم لك وعايز أتجوزك، بس قبل ما أتجوزك بصوا بقى بيقول لها إيه، على فكرة أنا عندي شوية شروط، عندي شوية شروط. طبعاً أولاً لما البنت تبقى مميزة كده وانت تخش تقول لها عندي شروط، مفروض البنت دي على طول تبقى انت ايه، كأنك عايزها تقول لك ايه، يفتح الله يعني شروط ايه، وفي حد بيتجوز او يخش كده ويقول شروط؟ طب مش لما ندرس بعض الاول، مش لما اشوف انت اصلا تناسبني ولا لا. لكن هفترض ان البنت دي بالها طويل وقالت له طب ممكن اسمع الشروط، فقال لها الشروط اللي هحكيها لحضراتكم دلوقتي. قال لها ايه؟ قال لها او انا من الرجالة اللي ما يعرفوش يتكلموا زي غالبية الرجالة، يعني أنا ماليش في حتة إن أنا أقعد وأتكلم معاكي بقى وأقول لك كلام حلو وأحكي لك عن مشاكلي والقصص دي. فأول شيء أوعي تتخيلي اللحظة إن أنا هعرف أقول لك إيه، أي كلام، أنا مش هتكلم. وعلى فكرة ده الشرط الأول، لسه في ثلاث شروط كمان. قالت له اتفضل، إيه الشروط التانية؟ قال لها أنا مش بس ما أعرفش أتكلم وما بحبش أتكلم وما عنديش مرارة أتكلم، ده أنا كمان ما بحبش أسمع. يعني ما بحبش أسمع؟ يعني رجعت من الشغل تعبان، مش تعبان، ما تقعديش تحكي لي عن مشاكلك، وشوفي العيال اللي ما تربوش، ربيهم أنت وتصرفي، لكن تقولي لي العيال ما تربوش وقعد معايا ونتفاهم، مش هيحصل. بيقابليني لو ده حصل. وعلى فكرة اللي أوله شرط آخره إيه؟ أنا مش بكذب عليك، أنا راجل صريح. وبعدين ليا شرط تالت، إن أنا الحقيقة غلط شوية. يعني غلط؟ يعني بغلط في الكلام، ممكن أرمي لك كلمة كده ترفع لك الضغط وتوطي لك السكر، يعني أقول لك كان يوم نقط يوم ما اتجوزتك، يعني أقول لك الحقيقة الواحد العازب ما هو كماله على الأقل عارف يعيش في حياته، يعني أنا من النوع ده. أوعي بقى تطلبي مني إن أنا أعتذر أو أقول إن أنا إيه؟ آسف أو أبطل الكلام ده. وآخر حاجة، آخر شرط عشان أبقى صريح بقى، أبقى صريح وجبت كل اللي عندي. بصي بقى يا ماما، أنا بحب إنك ما تبقيش تقيلة. يعني إيه؟ يعني وإحنا بنخرج في مؤتمر، في رحلة، في زيارة لأهلنا، بلاش بقى ناكل مع بعض ونقعد مع بعض ونمشي مع بعض ونروح مع بعض، لا اتحركي، لأن في الحركة بركة. يعني في الحركة بركة؟ طول ما أنت قاعدة جنبي هتخني الحقيقة، لكن أرجوك اعملي معروف، اتحركي كده وروحي وتعالي، علشان يا بخت منظار وإيه؟ وخفف. الله ينور عليكم. أنا هسأل سؤال بقى، تفتكروا إيه رأيكم في الجوازة دي؟ دي جوازة ولا جنازة؟ دي جنازة. أهو أنا وحضراتكم بنعمل مع ربنا كده بالظبط، بنقول يا رب إحنا نفسنا نعيش معاك، وسمعنا عنك إن مفيش أحلى منك أبدا. بص يا رب إحنا ملناش طقطان نقعد نتكلم معاك، وبالتالي مش هنصلي. مش بس كده، احنا مش عايزين نسمع الصوت، مش هنقرا الانجيل. مش بس كده، ده لو غلطنا في حقك مش هنتوب بضمير. مش بس كده، ممكن احبك وابقى معاك جوه الكنيسه او جوه الخدمه، لكن لو سافرت، رحت الساحل، رحت اسكندريه، رحت العين السخنه، ما تقوليش بقى يا ترى لو ربنا معاك هتعمل ايه، سيبني كده اخد راحتي عشان ما احسش ان انا ايه، مخنوق، وان الموضوع تقيل ايه عليا. وبعد ما نقول لربنا كل ده، نقول له يا رب غريبه قوي، رغم ان احنا عايزين نعيش معاك بالشروط بتاعتنا، لكن ساعات مش بنحس بيك. فين يا رب وجودك في حياتنا؟ فين احساسك بينا وانك بتسمع لصلواتنا؟ انا بحس كده ان ربنا بيقف لنا ويبص باستغراب، هو اصلا فين العلاقه وفين العشرة عشان تطلب مني وتقول لي اعمل وما تعملش؟ تعرفين الآية تقول لنا ايه احبائي؟ الرب قريب من الذين يدعونه. تاني، الرب قريب من الذين ايه؟ يدعونه. يعني مين اللي يحس بربنا انه قريب منه؟ مين اللي يتمتع بربنا؟ الشخص اللي بيطلب ربنا، اللي عايز يعمل علاقة بجد. يعني ايه علاقة بجد؟ يعني اتكلم معاه، يعني اصلي. يعني ايه علاقه بجد؟ يعني اسمعه، يعني اقرا الانجيل. يعني ايه علاقه بجد؟
يعني لما اغلط اروح اعترف واعتذر واقول له اخطيت يا ابتاه. يعني ايه علاقه بجد؟ يعني اقول له رب انت علاقتك بيا مش مرتبطه بس بالكنيسه، انا في شغلي حاسس انك معايا، في بيتي ومع مراتي وعيالي عارف انك موجود، حتى وانا بسافر وانا بنبسط مش ممكن اسيبك. عشان كده في نوعين من البشر، نوع قرب من ربنا بجد وخد الموضوع بجد، كان ربنا هنا ايه متجاوب معاه لان في علاقه في عشره في قرب. بينما الشخص اللي مش بيقرب من ربنا، واحد يقول لي يعني انا لو ما قربتش من ربنا ربنا يعني سوري كده مش هيعبرني، مش هيهتم بيا، مش هيتكلم معايا؟ لا، ربنا هيعمل كل ده، بس الحقيقه اللي مش قريب من ربنا مش هيحس بكل ده، حتى لو ربنا اشتغل وحتى لو ربنا رد وحتى لو ربنا اتكلم. عشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل كلوسي الإصحاح الرابع آية 2 يقول لنا الآية دي: واظبوا على الصلاة شاكرين في كل شيء أو على كل شيء. عشان تعرفوا تعيشوا مع ربنا لازم تواظبوا على إيه؟ على الصلاة. عشان كده عندي سؤالين أجاوبهم وأروح. السؤال الأول، هو إيه فايدة الصلاة؟ إيه لازمتها؟ أنا لما بصلي مفروض يحصل إيه؟ والسؤال الثاني المهم، هو أنا ممكن أكون بصلي بس صلواتي فيها مشكلة؟ يعني ممكن أكون بتكلم مع ربنا بس أنا عندي مشكلة؟ هنشوف السؤالين دول بنعمة ربنا ونجاوب عليهم. أولاً إيه فايدة الصلاة؟ عشان أبقى مركز مع حضراتكم، إحنا عندنا ثلاث فوائد كبار للصلاة. أول فايدة إن من خلال الصلاة بحس بوجود ربنا. أنا لما بصلي بشعر بوجود ربنا، بشعر من خلال عمل ربنا في الصلاة، وبشعر بربنا من خلال عمله لما يستجيب للصلاة. تلاحظوا أبونا إبراهيم أبو الآباء لما كان بيكلم ربنا كان دايما يشعر بأنه واقف قدام ملك الملوك ورب الأرباب، فكان دايما يقول التعبير ده: شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. بص يا رب أنا بكلمك دلوقتي والحقيقة حاسس أن أنا غلبان جدا، وحاسس أن أنا واقف قدامك كأني شوية تراب موجودين على الأرض. أيوة يا أبونا إبراهيم، جبت الإحساس ده منين؟ قال لك من العشرة. كل ما بتكلم مع ربنا وأشوف عمله وأشوف تدبيره لحياتي بشعر أن أنا ولا حاجة، فأنا طول ما أنا بكلمك يا رب أنا حاسس بوجودك وحاسس بأن أنا شوية تراب وشوية إيه؟ رماد. نفس الكلام لو جينا بصينا في أشعية 6، في رؤية شافها أشعية النبي أنه دخل مرة الهيكل ولقى السيد جالسا وأزياله تملأ الهيكل، سيد ملك الملوك ورب الأرباب قاعد على كرسي العرش وأزياله. بقى حضرتك عارفين الملوك بيلبسوا إيه؟ اللبس كده اللي فيه أديال كده زي العروسة، لبس ملوكي بقى. فبيقول لما شفت المنظر ده قلت إيه؟ قلت ويلي فإني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب إيه؟ نجس الشفتين. أول ما أشعياء وقف يتكلم مع ربنا وحس بوجود ربنا نتيجة الصلاة شعر إنه ولا حاجة، لدرجة الكتاب المقدس يقول إنه أشعياء وده من أعظم أنبياء شعب إسرائيل وقف قدام ربنا قال له إيه يا رب؟ ويلي فإني هلك. صدقوني يا أحبائي، ناس ممكن تتكلم مع ربنا بمنتهى البساطة لكن تشعر بحضرة ربنا في الصلاة. أنا فاكر كويس قوي كان عندي جدة من جدودي، يعني كنت أحب أسمعها بتصلي. أنا كنت بقعد معاها في الأوضة لما كنا بنسافر لها وليها تقعد تتكلم مع ربنا كأنها بتتكلم مع مين؟ مع حد بتحبه. تستنى ما كلنا ننام كده وتولع الأباجورة الصغيرة وتقعد بقى تقول له النهاردة حصل كذا، وعلى فكرة أنا زعلانة منك في كذا، وعلى فكرة أشكرك على كذا، وخلي بالك فلانة دي تعبانة ما تسيبهاش، وعلى فكرة أشكرك إنك عملت وعملت وعملت. إيه ده؟ تحس إن واحدة بتكلم جوزها أو حبيبها أو أبوها أو أخوها عشرة وعشرة قوية. يبقى أول حاجة تعملها الصلاة يا أحبائي إيه؟ إنها تحسسني بوجود ربنا. اوعى تستنى لما ربنا يحسسك بوجوده عشان تصلي، لا، صلي عشان تحس بايه؟ بوجود ربنا. فكره لما احس ان ربنا موجود، طب ما هو ربنا بيحسسنا والمعجزات بتحصل طول الوقت، وعندنا في المكان المبارك ده
ظهرت الست العذراء لسنوات طويلة. هو أنا محتاج معجزات؟ ما هو مفيش أكتر من المعجزات، لكن المعجزات شيء، وشعوري وإحساسي بربنا إيه؟ شيء تاني خالص. عشان كده أول فايدة من فوائد الصلاة، لما بنتظم في الصلاة اللي بجد بحس بربنا. الحاجة التانية، طبعاً الصلاة بتسندنا وتحمينا من مشاكل كتير. بصوا يا أحبائي، المزمور يقول لنا إيه؟ لولا أن الرب كان معنا ليقل إسرائيل، لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن إيه؟ أحياء. إحنا دلوقتي بنشوف ناس على الفيديوهات ممكن يأكلوا ناس أحياء، مش كده؟ ساعات واحد يقول لك معقولة كانوا يبلعونا وإحنا أحياء؟ طب إيه رأيكم بقى في الأحداث اللي في سوريا والعراق؟ كانوا بيأكلوا ناس أحياء، مش كده؟ مش كلنا بنشوف حاجات صعبة كده؟ الرسالة اللي توصل لي وتوصل لحضراتكم إيه؟ لولا أن الكنيسة مستخبية في ربنا وبتصلي له وبتصرخ له، ربنا محقق الوعد بتاعها أن أبواب الجحيم إيه؟ لن تقوى عليه. وياما مرينا بظروف صعبة ومشاكل كتيرة، مين اللي سندنا بقى؟ البني أدمين؟ لا لا لا، لولا أن الرب أبقى لنا بقية لصرنا مثل سادوم وشبهنا إيه؟ عمورة. لولا أن ربنا ساتر علي وعلى حضراتكم، عشان عندنا أباء قديسين بيصلوا لأجل البلد وبيصلوا لأجل الكنيسة وبيصلوا لأجل كل الناس المستضعفين في الأرض وبيصلي لأجل العالم كله والخير كله، لولا أنه لغاية دلوقتي ربنا إيه؟ مبارك وشغال مع شعبه في كل أرض مصر. إيه ده؟ الصلاة بتعمل العجب، الصلاة بتعمل العجب. يبقى أول شيء تعمله الصلاة إنها تحسسني بوجود ربنا. تاني شيء تعمله الصلاة إن لو عندي مشاكل أو ضيقات وبصلي بلاقي ربنا بيتصرف، وبيتصرف بإيه؟ أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. أنا عارف وأنا بقول كده هيجي بعض الأشخاص يقولوا لنا إيه؟ ما إحنا يا ما يابونا صلينا المشاكل وما تحلتش، هنروح بعيد ليه؟ مش معلمنا بولس الرسول كان عنده شوكة في الجسد؟ يعني كان عنده أمراض، عينيه إما كانت بتوجعه أو ظهره كان بيطلع قرح هو وجسمه، وصلى مرتين وربنا قال له إيه؟ مش هيحصل، تكفيك نعمتي. طب ما هو الصلاة مش دايما بتحل المشاكل. بصوا يا أحبائي، يعلمونا أبائنا كده في الكنيسة، الصلاة لربنا بتعمل حاجتين كبار، يا بتحل المشاكل فبتديني اللي أنا عايزه، يا بتخليني أقبل اللي ربنا عايزه. تاني، الصلاة بتعمل حاجتين مهمين، يا إما بتديني اللي أنا عايزه والمشكلة بتتحل، يا إما ربنا بيعمل إيه؟ بيقويني أقبل اللي هو عايزه. يا ما ناس مروا بتجارب صعبة ولولا تعزية ربنا ومعونته، لولا ان هم عرفوا ايه؟ يوصلوا. وده اللي قاله السيد المسيح، بماذا اشبه انسان يسمع كلامي وينفذه؟ اشبهه بانسان بنى بيته على ايه؟ على الصخر، سقطت الامطار وهبت الرياح، ده دي المشاكل، لكن البيت ايه؟ ثبت. خلي بال حضراتكم عشان ما بقاش بتوهكم، الصلاة بتعمل ثلاث حاجات أعظم من بعض. أولاً تحسسني بوجود ربنا في حياتي، ثانياً تحل كتير من المشاكل، ثالثاً حتى لو المشكلة ما تحلتش ربنا هيعمل إيه؟ هيقويني، هيقويني على المشكلة ويخليني أحس إن أنا مش حاسس بيها. بصوا المرنم في المزمور يقول إيه؟ عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. يعني أنا عندي مشاكل وعندي ضيقات وعندي أمراض، لكن مين اللي بيعني؟ ربنا. مين اللي بيسندني؟ ربنا. أحكي لكم قصة حكاها لنا أحد الخدام عندنا في الكنيسة، تأكد إزاي أنه ربنا لما بيبقى مع الشخص حتى لو المشكلة ضخمة بيقويه ويسنده. قصة بتقول أن كان في شاب، الشاب ده من النوع المعتمد على نفسه، وده مش غلط، بس مش مدخل ربنا في حياته وده غلط. هو من نوع المنظم وده مش غلط، لكن ما بيقولش إن شاء الرب وعشت وده الغلط، ما بيصليش إنه ربنا يقف معاه في القرار اللي بياخده وده غلط. فهو من نوع اللي يعمل إيه؟ إن شاء الله في الثانوية العامة هجتهد وأجيب مجموع كبير وأطلع من الأوائل،
وبعدين أخش كلية من الكليات اللي أنا بتمناها. وهاجي في أول سنة في الكلية هشوف بنت كده في الدفعة مميزة وأعجب بيها، ده دماغه كده يعني، ومش هقول لها غير لما أجي إيه أتخرج، عشان كل حاجة ليها وقتها. وبعدين لما هتخرج بتفوق هسافر أدرس بره، فهتقدم لها ونتجوز وبعدين نسافر. إيه عارفين في ناس كده يعني، في ناس بتتعامل كده. طبعا أنت لو ما دخلتش ربنا في التفاصيل دي، في حاجات هتمشي وفي حاجات إيه مش هتمشي. ففي حاجات مشيت في الجدول، إنه جاب مجموع في الثانوية العامة، دخل الكلية اللي هو عايزها، شاف بنت أعجب بيها، تفوق في الدراسة وتخرج بتفوق. كل ده الجدول إيه شغال زي الفل. وبعدين بعد ما تخرج راح يتقدم للبنت، فلا يا فلانة أنا كنت معجب بيكي بقالي 3-4 سنين وعايز أتقدم لك، ممكن أجي أقابل حد في البيت عندكم أو حاجة؟ قالت الحقيقة لا مش هينفع، وروح كلم أب اعترافي. طبعا هو خد صدمة عمره، بحسب الجدول اللي معاه كانت مفروض تقول له إيه، هو إحنا في ديك الساعة يعني، إحنا كنا مستنين بقالنا سنين لما حضرتك تتقدم علشان يعني إحنا نحب نشتري راجل، مش كده؟ هو كان عايز كده، كان عايزها على طول توافق لأن الجدول بيقول إنها لازم إيه توافق. طبعا انهار وتعب وراح لأب اعترافها، فأب اعترافها قال لها، قال له إيه بقى؟ قال له يا ابني عايز أقولك على حاجة، البنت دي بقى لها فترة بتفكر في الرهبنة، فمعلش اعمل معروف سيبها في حالها، دي بتفكر في الرهبنة. بدأ يزعل من ربنا، يقول له يا رب بيتخرج كل سنة من الجامعات أكتر من 100,000 بنت، ما تلاقيش غير البنت اللي أنا كنت عايز أتجوزها وتعند معايا. طبعا هنا طلع أنه ربنا إيه هو اللي بيعند معاه، وبدأ يبعد عن الكنيسة. هو طبعا كان موجود بطريقة ظاهرية يعني، وبدأ يبعد إلى آخره. قصة بتقول يا أحبائي أنه بعد فترة، بعد ما عمل مصايب كتيرة وبعد عن ربنا، افتقدوه عشان يرجع لربنا. فكان رايح بقى يقعد مع أب اعتراف وهو مكسوف، يقول له أبونا أنا طلعت عيل مع ربنا، مع أول مشكلة مريت بيها سبت ربنا وبعدت إيه؟ بعدت عنه. أبونا قعد معاه وفهمه غلطته وقال له حبيبي لازم تحب ربنا، وربنا ده حلو، وإنت لو تسندت عليه عمره ما هيكسفك. فضل يعمل علاقة حلوة مع ربنا، وعرفت يعني من اللي حكى القصة إن الشخص ده بقى راهب في دير من أديرة وادي النطرون، من كتر ما حب ربنا وعاش إيه؟ وعاش معاه. لغاية هنا القصة عادية، لكن يحكوا إن في يوم من الأيام خبطوا على قلية الراهب ده وقالوا له يا أبونا فلان في أسرة، ده بعد سنين بقى جاية تاخد بركة قدسك. فالحقيقة هو ما يعرفش مين اللي جاي له، راح المضيفة عشان يقابل، لقى زميلته اللي كان عايز يرتبط بيها وجوزها وعيالها جايين عشان يعملوا إيه؟ ياخدوا بركة قدسه. سؤال بقى، أنت لو مكان قدسه تعمل إيه؟ ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في المقلب ده؟ ايه رايكم في المشكله دي؟ سهله ولا صعبه؟ صعبه جدا. الظاهر هي كانت بتفكر في الرهبنه وبعدين ما ارتحتش، او الدير قال لها ما تنفعيش فبعدت واتجوزت وعاشت حياتها. بيقول دخلت القلايه وكل اللي جه عليا كريزه ضحك، وببص لصوره المسيح واقول له على فكره ملعوبه، على فكره ملعوبة، يعني أنا لو كنت فكرت أخطط لحياة الخطة دي كان لا يمكن إيه؟ لا يمكن يحصل. إيه اللي بيحصل؟ المشكلة نمرة 2 إنه شاف الست اللي كان في يوم الأيام يفكر يرتبط بيها وجوزها وعيالها أصعب من المشكلة رقم 1. بس المشكلة رقم 2 هو كان مسنود على مين؟ كان عامل عشرة وعلاقة بمين؟ فربنا إداله إيه؟ التعزية. عند كثرة همومي في داخلي إيه؟ تعزياتك تلذذ نفس. يبقى الصلاة بتعمل كم حاجة يا أحبائي؟ 3 حاجات. أولا نشعر بوجود الله وحضرة الله. ثانيا يحل مشاكل كتير. والكنيسة بتاعتنا، كنيسة الأرثوذكسية القبطية، أكبر دليل على إن الصلاة بتعمل معجزات. والحاجة الثالثة ودي نقطة مهمة، إنه لو ربنا ما سمحش باللي أنا عايزه هيعمل إيه؟ هيقويني ويسندني ويخليني أستحمل. السؤال الثاني والأخير، السؤال الثاني والأخير، طب يا أبونا هو ممكن الصلاة اللي احنا بنصليها يعني ما تجيبش نتائج؟
بصوا يا أحبائي، في آية قالها العريس للعروسة في سفر النشيد، آية قالها العريس. انتوا عارفين سفر النشيد بيكلم على علاقة ربنا بالإنسان، مثل علاقة العريس بإيه؟ بالعروس. وعلى فكرة مش بس في سفر النشيد، في أسفار كتيرة زي هوشع وإلى آخره. الحقيقة العروسة أو النفس البشرية كانت مكسلة في علاقتها بالعريس، ومش مهتمية بيه، لا بتكلمه ولا بتسمعه ولا حاجة. وبعدين العريس سابها ومشي، فهي لما عرفت المصيبة أنه سابها ومشي فضلت تدور عليه، ولما قابلته بصت له بعين مليانة دموع. بصوا بقى العريس قال لها إيه؟ حولي عيناك عني فإنهما قد غلبتاني. يعني إيه؟ يعني العريس قال لها أنا ما استحملش البكا ده والدموع دي. كأنه ربنا بيقول لنا إن ممكن من خلال الصلاة والدموع مهما كانت حالتك وحشة أنا هسامحك وهطول بالي عليك وكأنك ما عملتش ولا حاجة. يبقى خلي بالكم، في عينين مليانة دموع تغلب العريس، وفي عينين ما تغلبش العريس. إيه شروط العينين اللي تترفع في الصلاة عشان تغلب العريس؟ مش ده سؤال مهم؟ يعني يا رب أنت عايز عينينا يبقى شكلها إيه؟ نصلي إزاي؟ هو في شروط للصلاة؟ أول عين تغلب العريس العين المتواضعة. يعني إيه العين المتواضعة؟ ما هو داود النبي في المزمور يقول كده، القلب المنكسر والمتواضع إيه؟ لا يرزله الله. ربنا بتاع المتواضعين، ربنا بتاع الغلابة. وعلى فكرة الغلابة مش الفقرة، أي حد متواضع معناها مسنود على ربنا. ياما ناس ربنا بيشتغل في حياتها وبتتمتع بصلاة قوية ومقبولة لأنها بتنسحق أمام الله، وياما ناس تانية يا أحبائي لما تيجي تصلي ده لو صلت أصلا تصلي بكبرياء. بعض الناس مننا ساعات وهو بيصلي كده يروح خابط في ربنا يقول له هي دي آخرة اللي يصلي لك؟ يعني أنا لو كنت بايظ مش حالتي كانت بقت كويسة؟ مش أنا لو كنت حرامي كان زمان معايا قرش دلوقتي؟ ما احنا بنكلمك من زمان وما بتعملش حاجة. إيه يا عم ده؟ أبونا إبراهيم يقول شرعت أن أكلم المولى وأنا إيه؟ تراب ورماد. ده مين اللي بيقول كده؟ أبونا إبراهيم أبو الآباء. وأنا بقول له أدي آخرة اللي يصلي لك. شوفوا الفرق، في فرق كبير. في إنسان عنده كبرياء، في إنسان متواضع، في إنسان شايف أنه مفروض يستحق أنه ربنا يديله ويديله ويديله، وفي واحد تاني يقول له يا رب كتر خيرك. عشان كده تلاحظوا التعبير اللي قاله معلمنا بولس الرسول، واظبوا شاكرين على كل شيء. واظبوا على الصلاة وانتوا إيه؟ بتشكروا. يا رب يعني أشكرك على عطاياك وعلى نعمك. فأول شيء العين المتواضعة تغلب العريس. افتكروا حضراتكم صلاة الفريسي وصلاة الايه؟ العشار. دخل الفريسي وده ليل نهار في الهيكل بقى، وده راجل بيطلع العشور في وقتها وبيعمل كل حاجة حلو، وقف كده يصلي يقول له أشكرك لأني لست مثل باقي الايه؟ الناس. أنا يا رب مش زي بقية الناس، أنا أحسن من بقية الناس. ويفضل يقول له بقى ده أنا بعمل وبعمل وبعمل. بينما العشار، والعشار ده خاين للأمة اليهودية، والعشار ده بيحب الفلوس اللي هي أصل كل الايه؟ الشرور. يقف مكسوف وباصص في الأرض ويقول عبارة من أربع كلمات، اللهم ارحمني فإني ايه؟ خاطئ. الكتاب يقول لنا ايه؟ خرج العشار مبررا. يا رب انت سمعت الصلاة مين؟ هي عينين مين اللي غلبت العريس وخليته يعمل اللي هو عايزه؟ عين متواضعة. عشان كده ودي نقطة مهمة ليا ولحضراتكم، يقول الكتاب بوضوح يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون يعطيهم نعمة. اطمن إنك أنت متواضع. متواضع يعني إيه؟ يعني عارف إنك غلبان وضعيف، عارف إنك خاطي، وعارف إن اللي بيعمله معاك ربنا ده محدش فينا وأنا قبل حضراتكم نستحقه. محبة أبدية أحبابنا، وفداء ودانا، وطول باله بيطول علينا، وغفرانه بيدينا. كل دي نقط مهمة قوي. العين التانية اللي تغلب العريس، يبقى أول عين، عين إيه يا جماعة عشان ما توهكوش؟ عين مالها؟ متواضعة. القلب المنكسر والمتواضع. عشان كده تلاقي في الكنيسة عندنا السجود ويا رب ارحم
والمطانيات. ليه؟ علشان نعمل ده بنتواضع قدام مين؟ قدام ربنا. حاجة تانية، العين المتيقظة. يعني العين المتيقظة؟ العين المصحصح. فاكر أنا مرة كنت بصلي قداس عندنا في الكنيسة، أول ما الكنيسة دخلها التكييف عندنا وكان في الصيف، فأنا كنت بصلي القداس الصبح وبعدين رفعت الصليب عشان أقول تحليل الخدام، عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، التحليل اللي انتوا عارفينه ده. طبعا الناس في الوقت ده بتعمل ايه؟ بتسجد. فالشمامسة كده زي هنا سجدوا. بعد ما خلصت التحليل لقيت واحد لسه ساجد، عملت البخور بتاع البولس والراجل لسه ساجد، دخلت في الإنجيل والراجل لسه ايه؟ ساجد. قلقت عليه بقى، قلت لا يكون جرى له حاجة، تعبان في حاجة. فروحت لحد من الشمامسة الكبار قلت له من فضلك شوف ده ماله، ده ساجد بقاله نص ساعة، يعني ايه ده كله؟ يعني ايه كمية السجود دي؟ يعني طبعا لما راح يشوفه أتاري لا ساجد ولا حاجة، ده كان نايم يعني. وبالتالي الظاهر عشان بره حر وجوه مكيف، والراجل بالليل ما كانش نايم، فجاي ينام فين؟ في القداس. تعال اقول له بقى، يا ترى استفدت من الصلاة في القداس ولا لا؟ يقول لك قداس ايه ده، انا شفته حلم يعني، انا ما حضرتوش القداس ده. عشان كده مهم انا وحضراتكم نصلي في المليان، ونحضر قداسنا في المليان، ونتكلم مع ربنا من القلب فين؟ في المليان. كلم حضراتكم بصراحة، احنا عادة لما بنصلي لربنا بنختار أسوأ ثلاث أوقات. تاني معلش ركزوا معايا اعملوا معروف، لما بنتكلم مع ربنا بنختار أسوأ ايه؟ ثلاث أوقات. أقول لكم عليهم الثلاث أوقات دول. أولا وأنا بجري مستعجل، عشان كده ساعات نروح لأباء اعترفنا نقول لهم ايه؟ أبونا هو أنا ممكن أصلي في الأسانسير؟ هو أنا ممكن أصلي في العربية؟ هو أنا ممكن أصلي في الأوتوبيس؟ طبعا أبونا خايف يقول لك يفضل لا، لأن لا هتبقى صليت في الأوضة ولا برا الأوضة، وإحنا اللي جبنا نفسنا. فأبونا بيسكت، يعني اللي يجي منك أحسن يعني، ما هنعمل إيه؟ لكن ممكن أصلي في الأوتوبيس طبعا، ممكن أصلي في الأسانسير طبعا، لكن لازم أصلي في الأوضة، لازم يبقى في وقت أنا مش بجري فيه، مش كده ولا إيه؟ حتى لو بصلي كمية قليلة بس أصلي بنوع من أنواع الإيه؟ اليقظة والتركيز. فأول وقت بايخ الجري اللي على طول ده، ودايما مشكلتنا ما عندناش وقت. لا عندنا وقت، هو الست ساعات اللي على الموبايل دول تسميهم إيه؟ أكيد أنت مش قاعد تناقش قوانين مجمع نقية أو القسطنطينية، ده كله كلام فاضي وكله كلام ملوش معنى، وساعات قلته أحسن، مش كده ولا إيه؟ يبقى خلي بالك، أسوأ وقت أولا وإحنا بنجري، ثانيا واحنا بننام. واحد شغال في القرية الذكية يصحى 5 الصبح ويرجع من الشغل 8 بعد الظهر، ويقعد بقى لغاية 12 بالليل، يخش ينام وهو بيترنح طبعا من المجهود يعني، ربنا يعينه، يقول لك بقى هصلي، ظهرت رؤية بقى 12 بالليل انه لازم ايه طبعا ربنا يعوضك انك بتصلي، يعني كويس انك فكرت، بس بالذمة يقول لك يا ابونا غريبة قوي، لما باجي اصلي في الوقت ده بحس ان انا مش عارف اضبط فكري، يعني فكري مش عارف ايه اضبطه. حبيبي انت عارف تضبط طولك اصلا عشان تضبط فكرك؟ هو ده وقت تصلي فيه؟ واحد يقول لي يعني ما صليش وانا تعبان؟ صلي صلي، ربنا عوضك، بس مش معقوله كل ما تصلي صلي وانت ايه تعبان، مش كده يعني، مش كده يعني، صلي مره وانت مركز، صلي مره وانت مش مرهق. ساعات برضو بنصلي، وده اسوأ ثالث وقت، لما نعوز من ربنا حاجه، راجع الثانويه العامه، راجع لو جاي العريس الاسبوع الجاي يتقدم، راجع بقى تلاقي الصلوات والاصوام حاجه حريقه يعني، ايه يا عم في ايه؟ يقول لك يعني عشان ربنا يعديه على خير. الحقيقه ما ينفعش، ما اقدرش اقول ان كل اللي بيحركني في صلواتي يا بجري يا نايم يا عايز من ربنا حاجه. لازم يجي وقت اقفل على نفسي باب الاوضه، حتى لو قلت ابانا الذي ومزمورين واقولهم من قلبي، عند ربنا ليهم قيمه. يبقى اول عين تغلب العريس العين الايه؟ المتواضعة. تاني عين اللي هي العين الايه؟ المصحصحة. يعني ايه مصحصحة؟ انت في اجازة في الصيف، اول ما تصحى صلي واقرا كتابك المقدس، بلاش هشرب النسكافيه وبعدين اتفرج على الاخبار تتنكد، لا تعرف تصلي ولا تكلم ربنا. العين التالتة اللي تغلب العريس هي العين التائبة. العين الايه؟ التائبة. شعب اسرائيل راح لأشعياء النبي لما حس انه اشور بيحوط اورشليم بجيش بقياده
واحد اسمه سنحريب، وان هم بقوا في خطر. فاشعياء كلم ربنا، قال له اقول لهم ايه يا رب؟ ربنا قال لهم صوموا وصلوا وان شاء الله خير، بس توبوا وارجعوا. فالشعب الحقيقه صام من غير ما يصلي ومن غير ما يتوب، ما بطلش خطيه، فضل مصر على الخطيه ومصمم عليها. هل صلواتهم اتقبلت؟ الحقيقه لا. بصوا ربنا بعت لهم قال لهم ايه؟ خطاياكم اللي انتم مصرين عليها قد صارت فاصله بينكم وبين ايه؟ الهكم. واحد يقول لي طب ما كلنا عندنا خطايا يا ابونا، ده معناه ان احنا مش هتتقبل صلواتنا ولا نغلب العريس؟ لا يا حبيبي، مش قصدي كده. في واحد بيقع في الخطيه عن ضعف وبيقدم توبه وبيصلي انه يتوب وبيحاول انه يهرب، وفي واحد لا، انا مستسلم للخطيه، انا يأسان ومحبط وكده كده بحب الخطيه وهعملها بس هتكلم مع ربنا. لا، خطاياكم قد صارت ايه؟ فاصله بينكم وبين الهكم. ربنا بيقول لحضراتكم كده، عايز عينيك تغلبني في الصلاه، قدم توبه واسعى انك تبعد عن الخطيه واصرخ لربنا يعينك عشان تقدم توبه. اخر حاجه تغلب العريس، العين المؤمنه. بصوا الكتاب يقول لنا ايه؟ كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين تنالونه. في عين عندنا اسمها عين الايمان. عين الايمان اللي بتقول لنا قد ايه ربنا ده بيحبنا. عين الايمان اللي بتقول لنا الثمن اللي اتدفع فينا عشان نخش السماء. عين الايمان اللي بتقول لنا ان وعود ربنا بتتنفذ مهما كانوا الناس كلهم ضدنا. عين الايمان، عين الايمان دي بتخلي الناس فوق المشاكل وفوق الضيقات وفوق اي حاجه، بتخليه مسنود على ربنا وحاسس انه ربنا بيسنده وبيقويه حتى لو ظروفه وحشه. طبعا الايمان بيجي من حاله الشكر، والايمان يجي من العشره مع الوقت وعمل ربنا، لكن الشخص المؤمن بربنا مرفوع بربنا ومسنود بيه. قديس اغسطينوس يقول تعبير غريب جدا، يقول على قمه العالم جلست عندما احسست اني لا اخاف شيئا ولا اشتهي شيئا. انا لما مسكت في ربنا واتسندت عليه وعشت معاه وصليت وشفت عمله في حياتي، حسيت ان انا قاعد على قمه الايه؟ على قمه العالم. وعلى فكره الكلام ده يا جماعه ما حسش بيه بس اغسطينوس والقديسين، في ناس حوالينا حسوا الاحساس ده، كانوا مؤمنين بربنا وبيحبوه وبيشكروه، فالنتيجه ان ربنا رفعهم طول عمرهم. اخر قصه عايز اتكلم عنها حصلت معايا لاحد الاشخاص، شفته وتعاملت معاه في اول لما ربنا دعاني للكهنوت عندنا في الكنيسه. جم قالوا لي يا ابونا في حد في المربع بتاع قدسك عايزين نروح نناوله، ست كبيره عايشه لوحدها، لا عندها زوج ولا عندها عيال ومحدش بيهتم بيها وصحتها على قدها ونظرها ضعيف، وعايزه قدسك تروح تناولها. فخدت البيانات بتاعتها. تعرفين عندنا في مصر الجديدة القديمة العمارات القديمة دي اللي هي 4.20 متر اللي هي 3-4 أدوار من غير أسانسير دي. فلما رحت ناول الست، الكلام ده كان من 11 سنة، كنت أصغر من كده كتير يعني، جيت أطلع فوق لقيت إنها ساكنة على السطح اللي فوق. أول ما طلعت كل اللي جه في دماغي هي الست دي كانت بتطلع وتنزل إزاي؟ ده أنا طلعت مرة واحدة كان هيجيلي القلب، وكنت أصغر من كده 11 سنة. طب الست دي بتعيش إزاي؟ بتجيب حاجتها إزاي؟ بتتصرف إزاي؟ طلعت لقيت على السطح أوض كده متفرقة وحمام واحد مشترك. يعني إيه حمام واحد مشترك؟ يعني إيه لو عايزة تخش الحمام الساعة 3 الفجر محتاجة تعمل إيه؟ تطلع من أوضتها في الطل ده والمطر عشان تخش الحمام. حالة صعبة. توقعت طبعاً إن اليوم هيبقى نكد. خبطت، فتحت لي بعد شوية ولقينه نظرها كان ضعيف، فأنا قلت لها أنا أبونا وجاية ناولك. حجم الانبساط والفرح غير عادي. معقولة ربنا معبرني؟ معقولة ربنا جايب نفسه لغاية عندي؟ ده أنا ما استحقش. وقعدت تقول كلام في منتهى القوة ومنتهى الجمال. أنا بيني وبينكم مستغربها، يعني ظروفها المادية صعبة، ما عندهاش زوج ولا أولاد ومحدش، وفي دور عالي والظروف ملخبطة، فبقيت مستغربة. كل مرة عدي عليها عشان أناولها
ألاقيها بنفس الفرح والإيمان والثقة. طب يا ماما أنت ظروفك إيه؟ نشكر ربنا. طب أنت يا ماما محتاجة حاجة كني؟ لا، ربنا الحقيقة واقف معايا وعمره ما سابني. طب مين بيجيب لك الخضار؟ المسيح بيوقف لي ولاد الحلال. طب أنت لما بيحصل مشاكل مين بيحلها؟ هو المسيح يسيب ولاده أبداً؟ طول الوقت بترد علي الردود دي، لغاية ما في مرة وأنا فاكر كان بعد عيد قيامة رحت أناولها، فلقيتها بتقول لي ممكن يا ابونا بعد إذن قدسك لما تخلص المناولة عايزاك دقيقتين. أنا توقعت إنها هتتكلم معايا فين؟ في مشاكلها بقى، ده عندها مشاكل الدنيا والآخرة، حقها دي لوحدها وبطولها ومش مسنودة على حد. بعد ما خلصت قالت لي بص يا ابونا، لقيتها فتحت الدرج وطلعت 20 جنيه 4 خمسات، 20 جنيه 4 خمسات. قالت لي بص يا ابونا، أنا من الصعيد وسلو بلدنا في القرية اللي أنا كنت فيها إن لما ابونا بيعدي علينا بعد العيد بنعمل إيه؟ بنعيد عليه، فكل سنة وقصك طيب. أنا بصيت لها كده قلت لها بس ده سلو بلدكو مش سلو بلدنا، إحنا لينا سلو حق تاني. قالت لا، ولا أنا عشان فقيرة؟ بصوا يا أحبائي، شوفوا الغنى والثقة في ربنا، إنها ما طلبتش من الكنيسة، دي عايزة تعمل إيه؟ تدي الكنيسة. طبعا ما تشغلوش بالكم خدت العشرين جنيه ولا لا، مش موضوعنا يعني، لكن إيه اللي حصل من القصة دي؟ إيه اللي ربنا عايز يقوله؟ عايز يقول إن الناس اللي مسنودة على ربنا واللي عايشة معاه واللي بتحبه من القلب عمر ما ربنا لآخر لحظة بيكسفهم. على فكرة الست دي راحت السماء من زمان، عشان كده أنا بحكي قصتها، لكن ده نموذج قدامي للقول اللي قاله أغسطينوس: على قمة العالم جلست عندما أحسست أني إيه؟ لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا. وده مش هيحصل من الدنيا، لأن الدنيا بتخلينا دايما بنخاف ودايما بنشتهي، لكن بعلاقتنا بربنا وبالصلاة وبالإيمان اللي بناخده مع العلاقة ومع الوقت ده بيخلينا نجلس على قمة العالم. يبقى 4 أنواع من العيون ما بتغلبش العريس: العين اللي نايمة على روحها، العين المتكبرة، العين اللي هي ما عندهاش إيمان، والعين احنا قلنا كم حاجة، قلنا عين متواضعة تغلب ربنا، عين متيقظة تغلب ربنا، عين تائبة تغلب ربنا، وعين مؤمنة ايه؟ تغلب ربنا. الحقيقة احنا محتاجين، وانا قبل حضراتكم نراجع موضوع الصلاة ده: صلوا كل حين شاكرين ايه؟ على كل شيء. ربنا يدينه وديكم نعمة نتعلم من كلام ربنا لينا، والله المجد دائما أبدين. أمين. كل سنة وانتم طيبين.